يخسر عليها وقال لا يا سيد صفوان ما حرقش مركز، عانس ما حرقش مركز، المركز هو اللي حرقنا الكل. بالأصل المجرم هو المركز، واللي يتحاسب هو المركز مش احنا. نحن ناس المجرمين، احنا ثوار، احنا ثوار، احنا ثوار تربينا على الحق. 24 ديسمبر 2010 في مسجد بوزيان، وقت اللي مركزه ما هبط نادي، وقت اللي صفوان هبط، وقت اللي جاسر هبط، وقت اللي محمد فضل هبط، وقت اللي عبد السلام هبط، وقت اللي ولاد سوق الاحد هبطوا، وقت اللي محمد عماري هبط، يتقلبك بدخان والبوليس قام يكح. اش صار؟ اش صار؟ مالناش مجرمة، سايبناهم باب باش يروحوا، اش عملوا؟ داروا ضرب كل كرتوش، هزوا العمار لا يرحم، هزوا شقرا لا يرحم. شو نقولوا عليهم هذوم؟ شهداء. لا 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 يقدر، شو نقولوا عليه؟ مجرم، مجرم مازال حد هو انسان. احترام مانيش باش نقول كلب راه. ويجونا تو يحبون نحن ندخلوا الحبوسات. اي سيدي سايبوا الحبسات. انا دخل وانا خرجت وهو حددها وعدين على قضاء العواهر. ما دام القضاء هذا في القاعة نتاعو مازال حد شعار بن عليه. نظام حرية عدالة. والكرامة وين؟ الكرامة اللي مقارنها بمؤسساتكم وين؟ وين حاطينها الكرامة؟ نقولكم وين الكرامة؟ اهاي احنا كرامة. ومخرجين ولادنا كل من الحبس. ومخرجين ولادنا كل من الحبس. وحق علاب الشهداء اللي تقيدوا في ترابة دي. وحق علاب الشهداء المن دخلوكم الحبس فردا فردا. اقسم بالله العظيم. ورسالة بالله لجماعة التأسيس. رسالة 217 واحد سايح. جاي حوس من برا خرجناه من الحبس وشد يكتب لنا. نحن شباب الثورة. قررنا الانتصار. نحن شباب الثورة قررنا البدم الثورة. ونحن من يقرر متى تنتهي. مادام مراكز تحرق مادام مازلنا نحرقوها. مادام الولاية تحرق مادام مازلنا نحرقوها. مادام بلدك تحرق تنحرقوها.